حياكم الله شباب في فيديو جديد ومطلوب بشدة لعشاق الانمي بعنوان افضل الانميات القصيرة. معظمنا مل من انتظار المواسم الجديدة للانميات المشهورة ويبحث عن انميات قصيرة ومنتهية، لذلك اعددت هذه القائمة بعناية لأقدمها لكم، فالبعض منكم سيكون سمع بها والبعض الاخر سيسمع بها لأول مرة. تابعوا الفيديو للاخر واعطنا رأيك بهذه القائمة وما هو افضل انمي قصير تابعته. معظم الانميات في وقتنا الحالي لا يكفيها موسم واحد لنتابع قصتها، وتمتد عديد المواسم والسنوات لمتابعة احداث القصة لتصل لنهاية هذه القصة، ومعظمنا لا يوجد لديه الوقت الكافي لمتابعة اكثر من 100 حلقة من انمي ولا يوجد له نهاية على المدى القريب، لذلك استمتع بمشاهدة هذه القائمة التي تضم اعظم الانميات القصيرة. وقبل ان نبدأ لا تنسى دعمنا من خلال اللايك والاشتراك بالقناة. في المركز 15 أبليس فير ثان ذا يونيفرس، او بالترجمة العربية مكان ابعد من الكون، هو مسلسل انمي ياباني من انتاج الاستوديو الاسطوره ماد هاوس، وعرض الانمي في عام 2018 وتكون من 13 حلقه. تروي القصه عن اربعه فتيات تجمعهم الاستكشاف وحب المغامره، يقررن الذهاب في رحله استكشافيه لابرز صحراء في العالم الى القطب الجنوبي. ولكن ما السبب؟ بالنسبه لفتاه تدعى ناري تاماكي فهي تبحث عن مغامره جديده ومشوقه مليئه بالغموض. اما بالنسبه لفتاه تدعى شيراز كوباشيزاو فهي تحاول البحث عن امها الضائعه والتي تم نفيها في القطب الجنوبي. هل تستطيع إيجاد أمها أم أن الوقت قد تأخر؟ تابعوا هذا الانمي الشيق لمعرفة هذه الأحداث. في المركز 14 أبريجو أوف بلو ستيل، هذا الانمي أنتج في عام 2013 وهو منتهي وتكون من 12 حلقة. تدور أحداث الانمي في البحار والمحيطات، ولكن ليس بأسلوب القراصنة كون بيس. بدلا من ذلك هو انمي مستقبل خيال علمي، حيث تشن البوارج الذاتية التوجيه حربا على البشرية. هذه السفن قاتلة وعديمة الرحمة، لكن القليل منها يقف في صف الإنسانية. تجري الكثير من المعارك البحرية الرائعة في 12 حلقة فقط، والسفينة الحربية الودية لونا هي شخصية ساحرة ومثيرة. على الرغم من أنها تبدو وكأنها تلميذة بريئة، إلا أنها سلاح حرب مدمر، ونفس الأمر ينطبق على أسطول الضباب. تابعوا هذه المعارك البحرية الرائعة. في المركز 13 Recovery of an MMO Junkie، يأخذ العديد من اللاعبين حياتهم الافتراضية على محمل الجد، ولكن ماذا لو تخلت موظفة مجتهدة عن حياتها المهنية بالكامل لصالح الضياع في عالم ألعاب الأونلاين؟ هذا ما تفعله موريكو ولن تنظر إلى الماضي. هذا مسلسل كوميدي ساحر، ولكن مرة أخرى فإن حزن موريكو وانعدام الأمن واضحان. لحسن الحظ سرعان ما تكون موريكو بعض الأصدقاء الحقيقيين عبر عالم ألعاب الأونلاين، وسرعان ما أضاءوا حياتها بشتى الطرق. هذه فرصتك لمتابعة هذا الأنمي الكوميدي. في المركز 12 No Game No Life، الانمي من انتاج استوديو ماد هاوس وتم انتاجه عام 2014 ويتكون من 12 حلقة و6 اوفر، وهو انمي اخر عن اللاعبين المتعصبين، لكن هذه المرة انتهى به من المطاف في عالم اللعبة. نعم انه انمي من تصنيف اسيكاي. ستشاهد فريق يتكون من شقيقين شيرو وسورا والذي لا يمكن ايقافه، والذين يسيطرون على اي لعبة يلعبونها من الالعاب استراتيجية الى العاب الشطرنج. ينتهي بهم الامر في مملكة حيث تحل الالعاب عالية المخاطر محل الحرب الدموية، ويتحدون زعيم العالم ليروا إلى أي مدى يمكنهم الصعود في مستويات اللعبة. سورا وشيرو يقبلان التحدي وسرعان ما تبدأ اللعبة الحقيقية. في المركز 11 انمي فيولت إيفرغاردن، هو سلسلة انمي ياباني مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم. انمي فيولت إيفرغاردن من انتاج استوديو كويوتو انيميشن، وقد كان العرض الاول له في شتاء 2018 وعدد حلقاته 13 حلقة. تدور قصة انمي فيولت إيفرغاردن حول فتاة شابة في مقتبل العمر تم توجيهها للعمل في صفوف الجيش أثناء الحرب العظمى. بعد أربع سنوات من الصراعات الدامية انتهت الحرب وبدأت قارة تريسيس بالتعافي، لكن بالعودة إلى فيولت فقد تركت الحرب جروحا عميقة في قلبها، فقد خسرت شخصا عزيزا عليها ولم يبقى منه سوى بعض الكلمات التي لم تفهم معناها أصلا. تتعافى فيولت من جروحها وتبدأ حياة جديدة في العمل في الخدمات البلدية، وهنا تبدأ مغامراتها في عملها تنقل أفكار الناس ومشاعرهم إلى كلمات على الورق، وهي مهنة ستأخذها في مغامرة ستعيد تشكيل حياة عملائها وعاد اكتشاف ذاتها. في المركز 10 انمي إيريسيت، ساتورو شاب يبلغ من العمر 29 عاما يعيش حياة طبيعية باستثناء قدرته الغريبة على العودة في الزمن في الوقت المناسب. هذه القدرة التي يسميها الإحياء، وهي قدرة لا يمكن لساتورو التحكم فيها، بل هي بالأحرى قدرة يتم تشغيلها عندما يجد نفسه في مكان حادث. وفي يوم من الأيام وعند عودة ساتورو للمنزل يكتشف أن والدته قتلت على يد قاتل مجهول، لذلك فإن قدرة ساتورو ستعيده إلى الوراء 18 عاما في الماضي خلال وقت كان فيه بعض رفاقه في المدرسة،
ضحايا لخاطف متسلسل يشك بأنها قد يكون له علاقة بموت أمه. هذا الانمي يحتوي قصة من أروع قصص العودة في الزمن ويستحق أن يأخذ وقتك. في المركز التاسع انمي يوري إن آيس. هذا الانمي من أجمل الانميات الرياضية على الإطلاق، وهو انمي عن رياضة مختلفة عن الرياضات الاعتيادية ككرة القدم أو السلة، حيث أنه انمي يتحدث عن رياضة التزلج. فإذا كنت تعتقد أن رياضة التزلج مملة والانمي الخاص فيها أيضا ممل، فيجب أن تعطيه من وقتك وتجرب هذا الانمي، حيث يستحق هذا الانمي الثناء من حيث الرسم والتصميم والتحريك والموسيقى التصويرية المذهلة. تدور قصة الانمي باختصار عن فتى يدعى يوري كاتسوكي الطامح للفوز بكأس مسابقة التزلج في اليابان، لكنه للأسف خسر ويعود مستاء ويريد الاستسلام، لكن ظهور منافسين أقوياء يجعله يعود بقوة للمنافسة. تابعوا أحداث الانمي لتعرفوا إذا كان مقدوره الفوز والمنافسة من جديد. في المركز الثامن انمي تورادورا. عدد حلقات هذا الانمي 25 حلقة وتم عرضه في 2008، وهو انمي من تصنيف شريحة من حياة ورومانسي. يأخذك في جولة عاطفية مليئة بالبشاعر. تتلخص القصة ببساطة عن فتاة تدعى تايجا المرقبة بالنمر، وعن ريوجي الفتى سيء السمعة، وما تليها من أحداث وقصص حب يحاولان فيها الاعتراف بالحب. في المركز السابع انمي ساموراي تشامبلو. تم إنتاج هذا الانمي في عام 2004 ويتكون من 26 حلقة، ويروي قصة النادي لافو التي تجد نفسها في ورطة عندما يتم الاعتداء عليها من قبل عصابة بقيادة ابن الإقطاعي، وفجأة وبصورة غير متوقعة يتم مساعدتها من قبل متشرد يدعى موجن، والذي صادف وجوده في المطعم وشخصية أخرى تدعى جين. يتدخل في القتال وما نجم عنه موت ابن الإقطاعي، لذلك يتم القبض على موجن وجين والحكم عليهم بالإعدام. فتقوم فوة بذكائها بتحريرهم من السجن، وبالمقابل تطلب منهم البحث عن ساموراي غامض لسداد دينهم بتحريرهم من السجن. ساموراي تشامبلو انمي يستحق المشاهدة مع تصميم شخصياته الفريدة. في المركز السادس انمي كوراجيمي. تم انتاج هذا الانمي في عام 2010 ويتكون من 11 حلقة. تدور احداث القصة عن سوكومي كوراشيتا، وهي فتاة تبلغ 20 عاما سافرت الى طوكيو من اجل ان تصبح مصورة ناجحة، وانتقلت للعيش في مبنى امام زوكان، ولا يسكن في هذا المبنى سوى الفتيات الغريبات الاطوار الاوتاكو، ولا يسمح للرجال بدخول المبنى. تابعوا احداث القصة لتعرفوا على احداث المسلسل مع تسوكومي. في المركز الخامس انمي كاوبوي بيب بوب. تم انتاج هذا الانمي عام 1998 وتكون من 26 حلقة، وهذا من الانميات الكلاسيكية التي لابد وان سمعت فيها، ولسبب ما لم تشاهده وموضوع على قائمة المشاهدة ولم تشاهده ايضا لسبب ما، ولكن ما تزال تسمع بانه انمي جيد، ولذلك يجب مشاهدة هذا الانمي الكلاسيكي لجمال شخصياته وتحريكه بالنسبة لزمنه. وتدور القصة باختصار على أربع شخصيات من صائدي الجوائز في محاولة الحفاظ على السلام في المجرة، وتجمعهم مغامرات وقتالات شيقة. فإذا لم تتابع هذا الانمي فماذا تنتظر؟ في المركز الرابع انمي أنجل بيتس. هذا الانمي يتكون من 13 حلقة وهو من إنتاج عام 2010. هذا الانمي يتكلم عن الحياة ما بعد الموت. تدور أحداث القصة حول يوزورو، وهو فتى فقد جميع ذكرياته عن حياته قبل وفاته، ويجد نفسه ملقى على الأرض، ويوجد فتاة في مثل عمره تدعى يوري ناكامورا تحمل سلاحا وتقول له أهلا بك أنت في أرض ما بعد الحياة. هنا يتواجد الناس الذين هم غير راضين عن موتهم أو حياتهم السابقة، ثم تقول له هل أنت معنا في محاربة هذا الملاك؟ والملاك هو حاكم هذا العالم، فكيف سيحارب يوزورو وأصدقاء هذا الملاك؟ في المركز الثالث انمي باكانو. الانمي من انتاج 2007 ويتكون من 13 حلقة وثلاث حلقات خاصة. تدور أحداث القصة في عام 1711 على متن سفينة، وقامت مجموعة من الكيميائيين باستدعاء شيطان على أمل الحصول على إكسير الخلود. يعطيهم الشيطان إكسير الخلود، ويقرر معظم الكيميائيين أنه لا ينبغي لأحد أن يصبح خالدا. وفي تلك الليلة بدأ الكيميائيون بالاختفاء. أدرك الباقون التهديد الذي يشكله البقاء مع بعضهم، فقرروا الانتشار في جميع أنحاء العالم. ستأخذك هذه القصة المظلمة في رحلة عبر الزمن لمتابعة الحياة الغريبة لهذه المجموعة من الخالدين. ستحب أن ترى كيف تطور الشخصيات وتختبر الحياة الأبدية قرونا بعد قرون، وكيف أن الهدية يمكن أن تتحول إلى نعنى لا يمكنهم الهروب منها. في المركز الثاني انمي أنوهانا. هذا الانمي يتكون من 11 حلقة وتم عرضه في 2011. آمل أن تستعد لظرف الدموع مع هذا الانمي الشيق، حيث سوجه لك ضربة عاطفية مع أحداث الدراما والحزن التي تمتلئ أحداثه. تدور أحداث هذا الانمي الجميل عن مجموعة مكونة من 6 أصدقاء في الطفولة تفرقوا نتيجة وفاة صديقتهم ميكو منما في حادث، وبعد سنوات عديدة تعود منما لكن على هيئة شبح، وتقول لصديقهم في الطفولة جنتا بأنها تمتلك أمنية يجب عليهم أن يحققوا لها تلك الأمنية، ولكن المشكلة هي أن منما أيضا لا تعرف ما هي أمنيتها التي تريد تحقيقها،
والوحيد القادر على رؤية شبح من ما هو جنتا يدومي. ولكي يستطيع جنتا أن يحقق الأمنية يجب عليه أن يجمع شمل الأصدقاء من جديد، ولكن هل سيصدق أصدقاء جنتا بأن منما قد عادت؟ في المركز الأول إنمي ديث نوت. من منا لم يسمع بهذا الإنمي الأسطوري والذي كان سببا في دخول كثير إلى عالم الإنمي، وهو أحد أفضل الإنميات في التاريخ. نعم، إنمي ديث نوت من أروع ما أنتجت اليابان، وتكون من موسم 1 و37 حلقة، وهو موجه للكبار أكبر من 18 سنة. تدور قصة الإنمي عن شاب يدعى ياغامي لايت، وهو شاب في الثانوية يجد في أحد الأيام وهو مستاء مفكرة الموت بعد أن قام الشينيغامي ريوك بإلقائها إلى عالم البشر. ويبدأ ياغامي بمحاكمة المجرمين على طريقته الخاصة لتحقيق رؤيته في إيجاد عالم مثالي. وعندما يتمادى في ذلك يظهر شاب غريب الأطوار من أذكى محققي العالم يدعى إل، حيث تتطور الأحداث بينهم بسرعة لتقود إلى معركة ذهنية ومعركة ذكاء خالصة بين ياغامي وإل. تابع الإنمي للتعرف على المنتصر في معركة الذكاء بينهم. وفي الختام نتمنى أن نال إعجابكم هذا الفيديو، واذكر في التعليقات أبرز الإنميات القصيرة التي تابعتها، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ودعمها. ونختم بسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.